بالحقيقة أنا كما أسلفت لجنابكم بأن الإطاريين هم جمعتهم المصلحة، لم تجمعهم حب الخدمة للشعب العراقي، وإنما جاءوا وفق المصلحة الضيقة، مصلحة الحركات التي ينتمون إليها. أما المالكي، المالكي لديه دولة عميقة، وتجذرت الآن الدولة العميقة في كل دوائر الدولة بدون استثناء، لا أستثني دائرة أو وزارة عن أخرى. أما اللي قاعد يحصل بين الحركات اللي منضوية تحت الإطار هي حركات تريد الأكثر شيء يعني يخدمها، الكل يبحث عن مصالحه، لأنه لم يكن لديهم برنامج حقيقي، بل جاءوا لاغتنام الفرصة التي تصدر لها هؤلاء لمصالح ضيقة. أما بخصوص تهريب العملة العراقية، أنا أقول عندما كان الدولار في حكومة الكاظمي وصل سعر الصرف الدولار بالبنك المركزي العراقي إلى 145,000 دينار، كان يباع في الأسواق 146 أو 146.5، وفي بعض الأحيان ربما نزل حتى أقل من ذلك وصعد إلى 47. ولكن ما شاهدناه في حكومة السودان والمصارف التي تبيع العمر التي تأخذها من البنك المركزي 8,000 دينار لتعويض الأردن وسوريا وتركيا وكذلك إيران وكذلك حتى الخليجيين عندما يشترون، كانت العملة عملة 119 أو 18، المصارف اللي موجودة المصارف الأهلية في العراق من كافة الدول، لا نقول بدولة واحدة حتى لا نغمض أعيننا ونقول بصراحة وبصدق، إنما السوداني رفع سعر الصرف الدولار إلى 148 لكي يعوض الخسائر التي كانت بسوريا والأردن وتركيا وإيران والكويت والسعود وكل الدول اللي ما كانت تستفاد. هذه حقيقة، حتى نكون 8,000 على الورقة الواحدة، أنت تصوري المصارف الأهلية تأخذ المليارات الدولارات، إذا باعت هذه المليارات الدولارات على كل ورقة 8 تريليونات تصير، يعني مو أرقام خيالية. المهم، وكذلك يعطون بعض الهبة التي لا يملكها السلطان حقيقة إلى الأردن، بيع النفط بثمن بخس، وإلى لبنان يعطونهم الحنطة والوقود من النفط مجانا، وكأنما العراق بلد عايش في نعيم. وأنت انظري في بغداد الآن، يعني الوضعية متردية، لا يوجد حقيقة التربية، لا تعليم ولا تربية، لا خدمات مدرسية، لا مستوصف، لا صحة، كل هذه ما موجودة في حكومة الكاظمي. 50 يوم الكاظمي كان يتكلم بوعود وهمية، عندما يفتح 47 مدرسة اليوم فتحهن قبله الكاظمي. لماذا هذا الضحك على الناس؟ أنتم تسخفون عقول الناس، الناس تعرفكم جيدا، لماذا هذا التسخف؟ إذن الشعب العراقي، أنا أقولها وبفم مليان، فإن الثورة قادمة في شهر الواحد أو شهر الثاني، وإزالة هذه الحكومة واستبدال هذه الطبقة بطبقة وطنية تخدم الشعب العراقي.